السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير ومرحبا بكم في درس آخر من الكورس ديال السي اس اس. في الدرس السابق تعرفنا على الخاصية اللي سميتها بوزيشن، وفي الدرس إن شاء الله بغينا نتعرفوا أشنا هي العلاقة اللي كتجمع بين البوزيشن اللي من نوع ريلاتيف والبوزيشن اللي من نوع ابسوليوت. حنا في الدرس السابق قلنا ان ابسوليوت كيتحرك في المساحه ديال الباجي، يعني انه كيتحرك اعتمادا على الباجي، والريلاتيف قلنا انه كيتحرك انطلاقا من راسه، يعني انك الى عندك داير واحد العنصر معين وقلت لي بوزيشن ريلاتيف وقلت لي مثلا الطوب 50 بيكسل، غتلاحظ انه تيكحز راسه براسه. شنو كيعني انه تيكحز راسه براسه؟ انه كيدفع راسه من المساحه ديالو، ولكن ابسوليوت لا، يعني ابسوليوت كيمشي كي قلتي انت مثلا طوب زيرو غادي يلصق في الباجي. فالدرس كما قلنا اننا غادي نتعرفوا على اشنا هي العلاقه اللي كتجمع بين هاد الجوج. انا هنايا في الاش تي ام ال شنو درت؟ درت هنايا واحد ديف عشيتو كلاس بوكس، ودرت في وسط منه واحد ديف عشيتو واحد الكلاس تشايلد، ودرت لهم واحد بعض الخصائص بالسي اس اس. انايا شنو هو السيناريو اللي بغيت؟ انني بغيت انني نشد هاد الديف هذا وانني نجيبه في الجهه اليمنيه ديال هاد العنصر هذا عن طريق البوزيشن. حنايا كنعرفوا ان البوزيشن ابسوليت، وغتقول ليه مثلا رايت زيرو. اجيو نشوفوا اشنا هو المشكل اللي غادي يوقع لينا. غادي نقول ليه هنايا بوزيشن، هانتوما الدرس ديالنا اليوم راه ساهل وبزاف. غادي نقول ليه ابسوليت، غادي نقول ليه مثلا توب زيرو، وغادي نقول ليه رايت زيرو. قبل ما نجي السيف شنو بغيت انايا؟ انا بغيتو يجي هنا، يعني انا بغيت انا الديف ديالي يجي هنا، يعني يجي في اليمن ديال العنصر اللي تعطى بالاب ديالو. شكون هو العنصر اللي تعطى بالاب ديالو؟ هو هذا العنصر هذا اللي الباك جراوند ديالو بالاحمر. اجي نجيو السيف ونشوفوا شنو غادي يوقع. ها انت اش غتلاحظ؟ غتلاحظ ان الديف ديالنا اللي جينا بوزيشن ابسوليت غادي يتحرك لينا اعتمادا على الباجي. يعني هذا هو المشكل اللي بغينا حنايا نعرفوا في الدرس ان شاء الله كيفاش اننا كنحلوه عن طريق السي اس اس. هنا تيقول لك انك الا بغيتي واحد العنصر عشتي بوزيشن ابسوليوت يولي تابع لواحد العنصر معين اللي تعطى بالاب ديالو. يعني شنو كنعني؟ بانه يولي تابع لواحد العنصر معين اللي كيتعطى بالاب ديالو، انه يتحرك في المساحه ديال هذا الاب صافي، يعني انه ما يخرج من هذه المساحه. هذه شتي 400 بيكسل على 400 بيكسل ما يخرج منه. هنا تيقول لك الحل سهل، انك تمشي عند البارنت هانتوما واجي تخدم بها بزاف وكيدير بها خدمه واعره بزاف، كتقول ليه بوزيشن ريلاتيف هانتوما وغتجي هكا وغتجي السيف. غتلاحظ ان الديف ديالنا كيولي كيتحرك في المساحه ديال البارنت ديالو. يعني شنو كيعني هذا الشيء؟ انه تيولي تابع للبارنت ديالو هانتوما كما كنلاحظوا. وبهكذا درنا السيناريو ديالنا. تخيل معايا انني قلت ليه مثلا هنايا بوتون، هانتوما غادي نقول ليه مثلا هنايا بوتون زيرو، غتلاحظ انه كيتحرك اعتمادا على هذه المساحه وما كيخرجش من هذه المساحه. هانتوما نقول مثلا ويد 100%، هانتوما غتلاحظ انه غادي يملا ليا العنصر ديالي كامل 100%. نقول ليه مثلا هايت 100%، هانتوما وغادي نديرو تمارين ان شاء الله وغادي نديرو امثله تطبيقيه عليها ان شاء الله. هانتوما كما كتلاحظوا انه ملا ليا العنصر ديالي من الهايت ومن الويد، وكان هذا هو الدرس ديالنا. يعني شنو قلنا؟ انك انت اللي عندك واحد العنصر عشتي بوزيشن ابسوليت وبغيتي انه يولي تابع للبارنت ديالو ما يوليش تابع للباجي، شنو غادي دير؟ غتمشي عند البارنت غتعطي بوزيشن ريلاتيف، وبهكا كيولي العنصر ديالك تابع للبارنت ديالو. وكنتمنى انكم حققتوا اكبر استفاده من هذا الدرس، ونتلاقاو في درس واحد اخر ان شاء الله.